السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريدد ريديمشن 2 اللهب لهب. طبعا في هذا المقطع راح اعلمكم جلتش فلوس لريدد اون لاين. هرجة الجلتش بكل بساطة انك راح تجمع مجوهرات لا نهائية ورا بعض ورا بعض ورا بعض ولا يحتاج انك تغير سيرفر فيلا نخش في المقطع. اولا المكان راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالقرب من مدينه رودز وتحديدا في قصر عائله البريثويتس كل عليك انك تتوجه لهذا المكان طيب لما توصل للمكان راح يكون شكله بهذا الشكل كل اللي عليك الآن إنك تخش لجوه لما تخش لجوه الآن راح تروح اللي هو يمين راح تخش هذه الغرفة بعدها كمان يمين راح تحصل هذه الطاولة كل اللي عليك إنك تأخذ المشروب هذا ضروري جدا هذه الخطوة إنك تأخذ هذا المشروب ولا ترى ما راح يزبط معك الجلتش خذ هذا المشروب حلوين الان كل اللي عليك انك تطلع للدور الثاني من القصر عن طريق هذا الدرج لما توصل للدور الثاني الآن راح تخش هذه الغرفة زي ما تشوفون في الجيم بلاي وفي هذه الغرفة راح تحصل مجوهرات على هذه الطاولة كل اللي عليك انك تاخذ هذه المجوهرة الآن كل اللي عليك انك تطلع من البيت او القصر وتبعد عن المنطقة شوية ويفضل انك تسوي زي ما انا اسوي تعال من ورا هذه العربة بعدها ارجع للبيت مرة ثانية وارجع للغرفة وراح تحصل انه المجوهرات موجودة وتقدر تاخذها، فانت راح تعيد الكره تعيد الكره تعيد الكره وما يحتاج انك تغير سيرفر وقروشه، لا كل اللي عليك انك تجي من ورا هذه العربه وتاخذ اللي هو المجوهرات وراح ترسبن وترسبن وترسبن وانت تاخذها تاخذها تاخذها، فكل اللي عليك انك يعني تجمع كثير وتاخذ فل الفل بعدها تروح تبيعها عند الفنس وراح تحصل لك مبلغ جيد وفي وقت جدا قصير. طيب تلخيصا للجلتش بكل بساطة كل اللي عليك انك تجي لبيت البريثويتس وبعدها راح تاخذ اللي هو المشروب اللي قلت لكم عليه ضروري جدا هذا المشروب بعدها راح تطلع للدور الثاني وتحديدا هذه الغرفة وراح تاخذ المجوهرات لما تاخذ المجوهرات راح تطلع من برا البيت او القصر وراح تجي من ورا هذه العربة تاخذ لك يعني لفة او تبعد عن البيت بعدها ترجع الغرفة مرة ثانية راح تحصل انه المجوهرات موجودة كل اللي عليك انك تاخذها هذا هو الجليتش بكل بساطة استغلوه بقدر الإمكان لأنه جدا جدا سهل فاستغلوه قبل ما روكستار تقفله صراحة جليتش جدا جدا سهل وتقدر يعني تجمع منه فلوس كثيرة يعني أنا تقريبا سويت هذا الجليتش من ربع ساعة إلى عشرين دقيقة وقدرت أطلع تقريبا 250 دولار فصراحة جليتش جدا رهيب ويجمع لك فلوس كثيرة جدا فاستغلوه زي ما قلت لكم طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم